إسبانيا تواجه الأردن في اختبارها الأخير قبل المونديال. تختتم إسبانيا تحضيراتها لمونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي بمواجهة ودية مع الأردن في 17 نوفمبر وفق ما أعلن الجمعة الاتحاد الإسباني لكرة القدم. وقال الاتحاد الإسباني إن منتخب بلادي الفائز باللقب العالمي عام 2010 سيلتقي الأردن في 17 نوفمبر في ضمن لقاء ودي ضد خصم لم يسبق أن واجهه سابقا في عمان، وذلك في آخر اختبار قبل بداية كأس العالم في قطر. وبعد هذا اللقاء الودي تنتقل إسبانيا إلى الدوحة حيث تبدأ مشوارها في كأس العالم في 23 نوفمبر ضد كوستاريكا ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا ألمانيا واليابان. ويتحضر فريق المدرب لويس إنريكي لخوض اختبارين صعبين في آخر جولته من منافسات المجموعة الثانية للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية ضد سويسرا في ساراغوسا والبرتغال في براغا في 24 والسابع 27 الحالي. وتتصدر إسبانيا المجموعة بثمان نقاط من فوزين وتعادلين وبفارق نقطة أمام البرتغال وأربعة أمام تشيكيا، فيما تقبع سويسرا في ذيل المجموعة بثلاث نقاط. كما تختتم إسبانيا تحضيراتها لمونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي بمواجهة ودية مع الأردن في 17 نوفمبر وفق ما أعلن الجمعة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.